اثنين من ابنائه وتقريبا ثمانية من المصابين منهم احد الضباط في مواجهة مع ما يسمى بأنصار بيت المقدس، هذه الجماعة الارهابية اللي اعلنت الحرب على الدولة المصرية واعلنت الحرب على الجيش المصري وكتبت في مقدمة مخططاتها انها عايزة تبتدي تحرير مصر من الاستيلاء على ارض سيناء. ثورة 30 يونيو اللي اظهرت الدور البطولي للجيش المصري وللفريق اول عبد الفتاح السيسي لما انحازوا للشعب المصري كانت ليها علاقه وثيقه جدا بالارض اللي احنا واقفين عليها دي واللي اتحررت بدماء المصريين. الحاجه الثانيه حضرتك عارف انه السياحه بتمثل عصب الاقتصاد المصري وعارف انه ما لا يقل عن 30 مليون مواطن مصري بيعتمدوا في رزقهم على السياح، وشرم الشيخ او سيناء عموما يعني بتمثل جزء كبير جدا من السياحه المصريه يعني. فإن احنا نكون موجودين نروج للدستور المصري ونتكلم عن دعم الفريق السيسي في نفس الوقت في مؤتمر بيتكلم عن دعم السياحة، أنا شايف إن الاتنين دول مرتبطين ببعض جدا. احنا عايزين السياحة عشان الاقتصاد يبقى أحسن، عشان معيشة المصريين تكون أحسن، وعايزين الدستور وعايزين السيسي عشان الاستقرار وعشان مستقبل الدولة دي وعشان رجوع الأمن تاني للدولة المصرية اللي هو من غيره عمرنا ما هنرجع تاني السياحة يعني. فأنا شايف إن العلاقة ما بين الاتنين علاقة وثيقة جدا، وفي الحقيقة إحنا في حملة كمل جميلك مش سايبين محافظة إلا وهنروحها، يعني رحنا الصعيد وهنروح بورسعيد ورحنا حاجات في البحيرة ومش هنسيب مكان إلا ما هنروح. منطقة بورسعيد تحديدا يعني هل دي مصالحة وطنية مع الشعب البورسعيدي؟ والله أنا متهيألي إن الشعب البورسعيدي ما كانش عنده مشكلة مع الجيش خالص، ده بالعكس ده الشعب البورسعيدي الحادث يعني والناس والمحافظات كانت واخدة جانب يعني بورسعيد بالذات كانت واخدة جانب من الحكم الفاشل اللي كان موجود، وخاصة بعد المجزرة اللي عملها الإخوان سواء المجزرة الأولى بتاعت الاستاد أو المجزرة الثانية اللي كانت يوم المحاكمة واللي ثبت جدا أن الإخوان متورطين في الاثنين يعني. فهم كانوا واخدين جانب من الحكم الفاشل الإخواني، لكن في عز ما كانوا واخدين جانب من الحكم الإخواني كان أظن اللواء أو الفريق أحمد وصفي كان لما بينزل بيستقبلوا استقبال الأبطال بما يفيد أن هم كانوا واخدين جانب من مرسي ونظامه لكن ما كانوش واخدين جانب من الجيش المصري. وبالتالي انا اللي انا حاسه انه لا ده احنا بالعكس ده دي من اهم المحافظات اللي هتدعم ترشح الفريق السيسي تدعيما لفكره الجيش ودور الجيش البطولي. 10,000 استماره حمله كامل بميلك من محافظه بورسعيد ده بشكل مبدئي كمان، وانا متاكد ان احنا لما هنروح هناك مش هنرجع باقل من عشرات الالاف لو ما كانش كمان 100,000 فيما فوق. محدث رسمي للحمله اخر الارقام اللي وصلت لك ايه؟ والله اللي اعلنه المستشار رفاعي دلوقتي على المنصه 25 مليون استمارة، واحنا مخططين على ما يجي 25 يناير على الاقل يكون معانا 30 مليون استمارة وهنروح بيهم لمقر الفريق وزارة الدفاع والأمانة العامة لوزارة الدفاع. ايه ترتيباتكم اليوم 25؟ احنا بندعو الناس ان هم ينزلوا، انت عارف طبعا ان القوى المعادية للدولة المصرية الاخوان وغيرهم يعني بيخططوا ان هم ينزلوا يوم 25 ويحاولوا يعملوا فوضى وما شابه يعني. احنا شايفين ان يوم 25 هيكون الاستفتاء خلص على الدستور وهيكون ان شاء الله الدستور يعني تم موافقه الشعب عليه بنسبه كاسحه، فاحنا هنعمل 25 عده امور. واحد، الاحتفال بالشرعيه الدستوريه اللي هتنشا من الاستفتاء على الدستور. اثنين، الضغط لان الانتخابات الرئاسيه تكون اولا بعد الدستور قبل الانتخابات البرلمانيه. الحاجه الثالثه ان احنا عايزين نوصل للفريق عبد الفتاح السيسي، ادي الدليل المادي اهو ان الشعب بيؤمر سيادتك ان انت تنزل وتترشح وانت قلت لنا الشعب يؤمر وانا هنفذ. فاحنا هنعمل مسيرات تجوب كل القاهرة وكل محافظات مصر الكبيرة، هنعمل تجمع كبير جدا قدام القصر الجمهوري وقدام الأمانة العامة للقوات المسلحة، هنعمل تجمع كبير جدا في التحرير، وبنتعاون دلوقتي مع بعض القوى السياسية القديمة أو الوليدة المؤمنة بالأفكار دي زي التجمع اللي عمله الأستاذ مصطفى بكري أظن من يومين، وزي بعض القوى السياسية اللي شايفة المصلحة الوطنية في ترشح الفريق وبتشتغل على المعنى ده.